كسور عظم العضد القريب. توجد 4 معالم أساسية في القسم القريب من عظم العضد، وهي العنق التشريحي، ويقع عند قاعدة السطح المفصلي الواسع لرأس العضد، الحدبات الكبرى والصغرى، وهي مواقع ارتكاز أو تار عضلات الكفة المديرة، العنق الجراحي، وهو مكان الاتصال بين جسم العضد والرأس والحدبات، وهو المكان الذي تتصل فيه المحفظة المفصلية بالعضد. تشمل كسور عظم العضد القريب جميع كسور العنق التشريحي أو الحدبة الكبرى أو الحدبة الصغرى أو العنق الجراحي، سواء كانت معزولة أو مترافقة. تستخدم الصور الشعاعية لتصنيف الكسر بناء على تبدل القطع المكسورة. التصنيف الأكثر استخداما على نطاق واسع هو تصنيف نير. يعتمد هذا التصنيف على العلاقة التشريحية للأجزاء الأربعة: الحدبة الكبرى، الحدبة الصغرى، الرأس العضدي المتضمن السطح المفصلي، وجسم العضد. وبالتالي يتم تحديد نمط الكسر من خلال عدد الأجزاء المكسورة من جزء واحد إلى 4 أجزاء، مع تصنيفات إضافية للكسور المفصلية ووجود خلع. لكي تعتبر القطعة المكسورة جزءا مقبولا للتصنيف، يجب أن يكون تبدل أو إزاحة القطعة أكبر من 1 سنتيمتر عن الوضع التشريحي الطبيعي أو 45 درجة تزوي. تعتبر الحدبة الكبرى استثناء لهذه القاعدة، حيث تتطلب فقط 50 ملم من الإزاحة ليتم اعتبارها جزءا. الكسر الذي لا يحتوي على قطع متبدلة هو كسر من جزء واحد، بغض النظر عن عدد خطوط الكسر. تحتوي الكسور ذات الجزئين على جزء واحد متبدل، وهو الحدب الكبرى أو الصغرى أو الرأس على مستوى العنق التشريحي أو الجراحي. يتم تحديد الكسور مكونة من 3 أجزاء بوجود قطعتين متبدلتين، ولكن يبقى رأس العضد على اتصال مع الجوف العنابي. يتم تعريف الكسور مكونة من 4 أجزاء بثلاث قطع منزاحة أو أكثر، ويظل السطح المفصلي على اتصال مع الجوف العنابي. يعتبر هذا نمط من الكسور إصابة خطيرة، وهناك خطر كبير للنخر اللاوعائي لرأس العضد. تحدثت في فيديو سابق عن علاج كسور العضد القريب بطريقة غير جراحية. سأناقش في هذا الفيديو خيارات العلاج الجراحي، وتشمل التثبيت عن طريق الجلد، الرد المفتوح والتثبيت الداخلي، التسمير داخل النخاع، تبديل المفصل الجزئي، وتبديل المفصل الكلي المعكوس. الرد المغلق والتثبيت بأسياخ عبر الجلد. يتم رد الكسر باستخدام الأشعة السينية، ويتم إدخال الأسياخ عن طريق الجلد بدون شق جراحي. تتضمن أنماط الكسور المناسبة لهذه الطريقة كسور العنق الجراحي المكونة من جزئين، كسور من 3 أجزاء، وكسور من 4 أجزاء، والرأس منحشر بزاوية فحجاء عند المرضى بكثافة عظمية جيدة والحد الأدنى من التفتت. يعد تفتت الكسر وهشاشة العظام من الموانع النسبية لاستخدام هذه الطريقة. من مضاعفات هذه الطريقة هجرة الأسياخ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان التثبيت. لذلك ينبغي مراقبة الأسياخ عن كسب وإزالتها إذا ظهرت علامات خلخلة. إذا كان الرد المغلق لا يسمح بالوصول إلى تراصف ودوران مقبولين، يجب التحول إلى الرد المفتوح والتثبيت الداخلي. يمكن اتخاذ هذا القرار أثناء العملية الجراحية إذا لم ينجح الرد المغلق. التسمير داخل قناة نقي العظم. يمكن استخدام المسامير داخل النقي في كسور العنق الجراحي أو كسور الحدبة الكبرى بثلاثة أجزاء عند المرضى صغار السن، وفي حال وجود كسر في جسم العضد بنفس الجهة. في كسور العضد القريبة المكونة من 3 أجزاء والتي تتضمن كسر في الحدبة الكبرى، نستخدم مسامير نخاعية مستقيمة. غالبا ما يمر مسار المسامير المنحنية عبر خط الكسر بين الحدبة الكبرى ورأس العضد، بينما تخترق المسامير المستقيمة رأس العضد أنسيا إلى الداخل من خط الكسر ولا تمر عبره. يمكن التفكير في الرد المفتوح والتثبيت الداخلي باستخدام صفائح مقفلة أو غرز عند المرضى ذوي الكثافة العظمية الجيدة. في حال كسور الحدبة الكبرى المتبدلة أكثر من 5 ملم، الكسور المتبدلة من جزئين، كسور من 3 أو 4 أجزاء عند المرضى صغار السن، وبعض كسور الرأس الواصلة لسطح المفصلي عند مرضى صغار السن. يمكن تثبيت الحدبات باستخدام براغي أو خياطتها على الصفيحة. تتضمن تقنيات الرد والتثبيت في كسور الحدبتين الكبرى أو الصغرى، المعزولة والمتبدلة، استخدام براغي أو أسياخ متعامدة على خط الكسر، أو خياطة الجزء المكسور عبر قناة في العظم. إذا كانت القطعة المكسورة صغيرة أو مفتتة، يوصى بخياطتها. تبديل مفصل الكتف.
تبديل مفصل الكتف الجزئي حيث يتم استبدال رأس العضد المكسور برأس عضدي صناعي، ويستطاب عند المرضى في منتصف العمر من 40 إلى 65 سنة ولديهم كسر مع خلع مركب أو كسر في الرأس واصل للسطح المفصلي وفشل تثبيته أو الكسور التي لا يمكن إعادة بناؤها أو الكسور متعددة الأجزاء مع تأخر المراجعة لطلب العلاج، وأيضا عند المرضى الذين يعانون من مضاعفات الرد المفتوح والتثبيت الداخلي. نوصي باستخدام المركبة العضدية القابلة للتحويل للسماح بالتغيير بسهولة إلى مفصل الكتف الصنعي الكامل المعكوس إذا لزم الأمر في المستقبل. تسمح تصاميم المركبة العضدية القابلة للتحويل بالاحتفاظ بالستيم أثناء الجراحة الثانية للتحويل من مفصل صنعي عادي إلى مفصل معكوس. تتطلب عملية تبديل المفصل الجزئي أن تكون عضلات الكفة المديرة سليمة أو قابلة للإصلاح وحدبات قابلة للاندمال. تبديل الكتف الكامل المعكوس، حيث يتم استبدال الجوف العنابي بمركبة نصف كروية محدبة، ويتم استبدال رأس العضد المكسور بكوب مفصلي مقعر. يتم اختيار تبديل مفصل الكتف الكامل المعكوس عند المرضى الذين يعانون من ضعف أو إصابة في الكفة المديرة غير قابل للإصلاح أو حدبات مفتتة بشدة، وعند المرضى كبار السن ضعيفي الحركة الذين يعانون من كسور غير قابلة للإصلاح، وعند المرضى كبار السن الذين يعانون من كسر مع خلع أو ضعف في الكثافة العظمية. التعافي بعد الجراحة، يعطى المريض وشاح معلق للراحة بعد الجراحة. يجب أن لا يرفع أكثر من 2.5 كيلوغرام خلال أسابيع الستة الأولى من الجراحة. سيزور المريض العيادة للمراجعة بعد أسبوعين وستة أسابيع وثلاثة أشهر من الجراحة، حيث يقوم الطبيب بفحصه وسيتم إجراء الأشعة السينية لمتابعة الاندمال. نظرا لأن كسور الكتف تميل إلى التسبب ببوسة المفصل بعد الجراحة، فإن معظم المرضى الذين يعانون من كسور عظم العضد القريبة يستفيدون من العلاج الطبيعي. يبدأ العلاج الطبيعي بعد الزيارة الأولى للعيادة. يحتاج معظم المرضى إلى حوالي 3 إلى 4 أشهر من العلاج لاستعادة مجال الحركة والقوة التي كانوا يتمتعون بها قبل الإصابة. عادة ما تبقى الصفائح المعدنية والبراغي في مكانها مدى الحياة ولا تتم إزالتها بشكل روتيني، ومع ذلك إذا أصيب المعدن بالعدوى أو أصبح مؤلما بعد مرور عام على الجراحة فيمكن إزالته. تحتاج كسور عظم العضد القريبة المعالجة جراحيا حوالي 3 أشهر للشفاء التام. المرضى صغار السن يشفون بشكل أسرع قليلا، والمرضى كبار السن أو المصابون بالداء السكري يستغرقون وقتا أطول قليلا للشفاء.